أهلا بكم في الخط الأخضر. لم تترك إسرائيل شيئا عربيا إلا وعبثت به. يحدث ذلك حتى في مجال الفن، فنسبت الكثير من إبداعات وأعمال الغير لنفسها أو عملت على تشويهها أو السطو عليها. معرض للأعمال العربية المسروقة افتتح مؤخرا في تل أبيب، وعشرات الأمثلة الأخرى التي يمكن استحضارها للتدليل على السطو الإسرائيلي مبكرا جدا حتى قبل النكبة. فكيف يعمل الذراع الثقافي للمشروع الصهيوني؟ وما السبيل لفتح عمليات السطو؟ السطو الإسرائيلي على الفن العربي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونناقشه في محاور ثلاثة. معرض للفنون العربية المسروقة في تل أبيب. السياق التاريخي للسرقات. هل من سبل للمقاضاة والتصدي؟ لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفاي هنا في الاستوديو، راجي بطحيش الكاتب والناقد الفني والفنانة التشكيلية منار زعبي، أهلا بكما. قبل بدء نقاشنا نشاهد التقرير الآتي حول معرض الأعمال المسروقة في تل أبيب. افتتح في مدينة تل أبيب معرض للفنون المسروقة من فنانين عرب، لا ينكر القائمون على المعرض سرقتها، إذ أطلقوا عليه اسم فنون عربية مسروقة. وبالطبع تعرض الأعمال دون إذن الفنانين ودون علمهم ودون ذكر أسمائهم عليها، ما يجعله سطوا صريحا لا يثير فيهم الخجل، بل بدوا يتباهون بما فعلوا. يستغل القائمون على المعرض عدم استعداد الفنانين المسروقة أعمالهم تقديم شكوى في القضاء الإسرائيلي، ومع ذلك يخشى هؤلاء من القضاء الدولي، واتخذوا عدة إجراءات لمنع توثيق المعروضات، ومن ذلك منع التصوير في المعرض. مصادر صحفية كشفت أن من بين الفنانين الذين عرضت أعمالهم المصري وائل شوقي والسينمائية عز الحسن. أما سبب افتتاح المعرض وفق القائمين عليه هو بيان الغائب والمخفي عن المشهد الفني والثقافي المعاصر في إسرائيل، مع إصرار القائمين على أن حركة المقاطعة تشكل عائقاً أمام الفنانين الإسرائيليين. يحدث هذا فيما يتجاهل القائمون على المعرض أن الاحتلال هو سبب العزلة الجغرافية والثقافية في الأراضي المحتلة. أهلا بكم مجددا منار. هل هي فعلا أعمال فنية مسروقة أم هو مجرد اسم للترويج والدعاية للمعرض؟ بعتقد أنه الاسم مراوغ وأرجع من شان يروج عمليا لكل قضية المأزق الإسرائيلي اللي هو يدعي أنه هو نتيجة المقاطعة، ولكن هو حقيقة نتيجة احتلال. المقاطعة هي أجت رد فاعل على احتلال حقيقي واقعي وثقافي، وبالتالي اسم المعرض أجا من شان يثير الرأي العام، من شان يروج لنفسه بشكل عام. قانونيا أنا بفكر كل جاليري عندها الذكاء الكافي إنها ما تخترق القانون، لأنه مبالغ طائلة وكتير قضايا اللي هي قانونيا بعرفوا إنه بوقعوا في ورطة. فبالتالي الاسم هو ما في شك إنه بتطرق لقضية كتير إشكالية، ولكنه ترويجي ومراوغ. يعني القضية مش قضية قانونية، إنما هي أعمق. أعمق من قضية طبعاً. قانونية. طبعاً. طيب راجي، المعرض يعني معرض فني في قلب تل أبيب دون موافقة أو علم الفنانين، ما وراء هذه المبادرة؟ أنا بفكر زي ما حكت منار إنه في شيء هنا في مراوغة، بس أنا بالتعقيبات اللي قريتها على الشخص نفسه إنه هو بحب الشهرة، إنه الحديث عن عمر كريجر إنه هو جاي من عائلة كبيرة لها علاقة بالاقتصاد جيش كل هاي، فحابب انه يعمل ضجة حوالين اسمه،
فنجح انه يعمل هاي الضجه. في موضه قاعده تكون حاليا بالبلد هنا انه الاسرائيليين اللي يدعوا اليساريه بحاولوا انه بالقوه يحضروا حالهن او يستحضروا حالهن بقلب الفضاء العربي. فبيجوا بتوجهوا لنا كوكلاء لها، اذا كانوا وكلاء لهذا الفضاء. فانه انا عايش بهاي المنطقه بالشرق الاوسط، حوالي كله ثقافة اللي بعرفهاش هاي، فإنه حابب إنه أتواجد أكون حاضر مع الفنان العراقي السوري المصري. وهذا ما صرح به أيضا أمين المعرض في الصحف الإسرائيلية والعربية. فقاعد يكون إذا بالإشي بنجحش قاعد يكون الإشي بطريقة وقحة، يعني بوقاحة، انه زي ما صار معي بهذا المعرض. هو اكثر لاثاره العناوين، يعني هو حق عمر حقق الشيء اللي بده اياه، يعني تعوا ما ننساش هاي الشغله. يعني طيب منار، يعني عرضت في 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 عرضت في المعرض اهم من اهم الاعمال على الاقل حسب الانتقادات في الصحف، من اهم الاعمال في الفن المعاصر خاصه الفنان المصري وائل شوقي. على ماذا يدلل هذا؟ يعني اختيار اهم الاعمال في الفن المعاصر وعرضها في تل ابيب، على ماذا يدلل هذا؟ انا بدي اقول انه الاشكال تبعي مع المعرض هو في محاولته فصل السياسة عن الثقافة، وكأنه المقاطعة الثقافية هي مش لازم تكون، والسياسية أوكي منتفهمها، وكأنه هدول موضوعين منفصلين، هدول موضوعين مش منفصلين. إنهن يلحقوا أعمال فنية اللي هي أخذت خلينا نقول نقد عالمي واشتركت في أهم معارض بيانالي في كل محل في العالم، هذا يعني طبيعي جدا، كل إنسان بحب أنه يعرض عنده أعمال مهمة. ولكن في هذا السياق تحديدا كيف حكى راجي، في محاولة لخرق المقاطعة والمفاهيم اللي هي بتحاول تبنيها. المقاطعة هي مش لعبة، مش تسلية ومش هواي، والناس ما عملتها من محل رفاهية، هي خيار سياسي وموقف. لماذا يحاول الفنانون الإسرائيليون كسر الحصار أو كسر يعني معايير البي دي اس المفروضة على إسرائيل؟ بفكر أنا أنه إسرائيل، إسرائيل الثقافية مش العسكرية، موجودة بمأزق يعني كبير. أول شيء في عملية البي دي إس اللي هي قاعدة تخنق الحيز الثقافي حوالين الإسرائيليين، وكمان ننساش البي دي إس يعني العمل الأكاديمي، بالأكاديمية قاعد إسرائيل تتحاصر بشكل كتير كبير. الفنانين الإسرائيليين وإحنا عايشين معهن نعرف إنهن نشطين، يعني نشطين مبادرين، في عندهن روح المبادرة، اتصالات، خلق علاقات، يمكن كتير أكتر منا يعني، وهذا الإشي يقال لصالحهن يعني. فهن بدهن دائما يكونوا بدهن يحاصروا هذا التواجد، فيحاصروا يعني يحاصروا الحصار بمعنى. فقاعد تخلق شغلة انه الوقاحة الإسرائيلية قاعدة تشتغل على قصة انه انا كمان انساني، انا زي ما قالوا بحيثيات لها انه هن بحاولوا تقريب المسافات بين الشعوب. الفن شيء انساني، الفن شيء انساني، فمن حقي انا كمتلقي وكفنان انه امارس انسانيتي عبر الفن مع المصري والسوري يعني هذا ادعاء رائج في اوساط الفن الاسرائيلي، ومع انه لما احنا نوقف على حاجز قلنديا ثلاث ساعات او انه نشوف الابرتهايد اللي قاعد يصير حتى بحياتنا في الداخل، يعني
فقاعدين نشوف انه الانسانيه اذا انت بدك تغير الواقع من خلال الفن تعال غيره بالمحل الساخن. والشيء المفارقه الغريبه بهذا المعرض انه صار بحي اللاجئين، حي جنوب تل ابيب، السودانيين والاريتريين والهاي اللي هن كمان جزء من يعني ضحايا الصهيونيه. يعني على ماذا يدل المكان المعرض؟ يعني هل هناك ايضا امور مخفيه حول مكان المعرض؟ نعم، انا لاني انا عشت بالمنطقه هناك وبعرف هل مقصود اليسار الأبيض دائما بيدور على المعنى لحياته، معنى اللي هي بياضه الاستعماري بيقدرش يوفر له إياه، ففجأة كل الحي التعيسة دنافيش أنان المحطة المركزية القديمة اللي هو تملى إريتريين وسودانيين وكل هاي فجأة صار جاذب للإسرائيلي التل أفيفي الأبيض الاستعماري، صار محل لأنه إكزوتيك، بمعنى أنه أنا بدي أعمل فيه استثمار لنفس الشيء، لنفس اللي هو خلق معنى اللي أنا ضميري الهاجس تبع اليمين غير الهاجس تبع اليسار. نعم يعني الهاجس لحظة شوية أكمل الجملة. هاجس اليسار إنه هدي ضميري، إنه ضميري يكون مرتاح، ولكن أيضا هاجس اليسار منار هو التقريب بين يعني عرض معروضات فنية لتقريب المسافات وإزالة الحدود. كيف تقرأين هذه المواقف؟ هاي هي النكتة بالضبط، هاي هي النكتة، بمعنى أنه الإسرائيلي بده يقرب المسافات عن طريق معرض أعمال عربية مسروقة. في هنا حالة من ما بدوش يدفع ثمن، بدك تقرب المسافات، انزل أعمل معرض على حدود غزة إذا من كل ولا بد، أو اقطع المسافات بطريقة مختلفة، مش في أنك أنت تحتفي وتحتفل في كلمة مسروقة، في احتفال. يعني بطل الموضوع انه اسا اوكي دولة اسرائيل، احنا بنحكي بنعرف تماما انه اللي اسس لها هو السلب والنهب، هو واحد من الابواب. طبعا في ابواب اخرى، الهدم والمحو وتشويه اللغة وتشويه الهوية وكل هاي الامور، يعني النهب والسرق ينسحب على جميع المجالات، ولكن في خصوصية في موضوع الفن والثقافة 100%. هنا في احتفال في كلمة سرقة، في احتفال واحتفاء، وهذا اللي بزعزع في الموضوع. نرجع منقول مش مهم البعد القانوني إذا انسرق العمل ولا ما انسرقش، أو يمكن في له أهميته القانونية، ولكن هنا الأهمية في أنه أنت شو عم بتقول كإسرائيلي. لكن أيضا الفن مرئي للعالم، يعني ربما التطبيع الاقتصادي غير مرئي كما هو الموضوع في التطبيع الفني أو الثقافي. التطبيع الفني ما في شك انه هو كتير واضح لانه كمان تمثيلي. يعني منيجي بنحكي مثلا على الفلسطيني في الداخل، الفنان الفلسطيني في الداخل هو امام او يمثل اسرائيل او ما يمثل اسرائيل 100%، بس هو بيشتغل في قلب المؤسسة الإسرائيلية، بيقدر يشتغل بقلب المؤسسة الإسرائيلية ضمن الوجود، ضمن الحالة الوجودية الأدنى، أوكي؟ بس لما بده يجي ويمثل إسرائيل هنا بصير موضوع تاني. فهذا الفرق يمكن بين الفنانين، بين خلينا نقول الأطباء اللي هن بيشتغلوا بالمستشفيات، هذا فرق كتير جوهري. هناك أيضا محاولة لفرض التطبيع على الفنانين العرب، يعني من الواضح الفنانين العرب غير راغبين، ولكن لك فرض في محاولة كل الوقت، في اتصالات كل الوقت في إنه نشارك في معارض ونشارك في ندوات ونشارك في خلينا نقول مهرجانات فنية، ولكن الواعي منا هو بيعرف تماما إنه هذا محل يجب التصدي له. هذا كتير موضوع ملح لأنه فيه وقوف على أسس ومفاهيم سياسية بتتعلق في رؤيتنا لذاتنا، في رؤيتنا لتاريخنا، وفي موقفنا أمام دولة اللي هي دولة تأسست على السلب والنهب. نعم، دولة تأسست على السلب والنهب. وهذا ينقلني إلى التقرير الذي يعالج أو يستعرض أبرز مجالات السطو الإسرائيلي.
رجع دور الفن الفلسطيني والفنانين الفلسطينيين في التصدي لما رأيناه في التقرير؟ بفكر أنا أنه المشكلة الكبيرة عند الفنانين الفلسطينيين في الداخل هي أنه في حالة من العجز، يعني بيجي بقولوا لك وين نعرض لكان، وين نشترك، فيش إلنا، العالم العربي مغلق أمامنا. والمشكلة الرئيسية أنه القناة هن بيفكروا أنه القناة اللي بدها توصلهم لأوروبا ولا نيويورك ولا هاي المحلات هي قناة إسرائيلية. يعني أنه العلاقات الإسرائيلية مع الجاليريز أو مع، إذا بدي أحكي عن الأدب كمان، مع دور النشر، هي بدها تكون خلال قناة إسرائيلية. هذا غلط كتير، فقاعدين قاعد يكون في كتير أخطاء. مثلا بدي أعطي مثال أنه في أخطاء متداولة تاريخيا، يعني في أخطاء، وهي مش نوع من، مش تخوين بالفنانين أو بالمثقفين، لا، هو نوع من انه يعني هو عجز، هو نوع من العجز. فبيكون في معرض مثلا بالجماعي بالقدس او بجنوب تل أبيب زي ما حكينا، فيه 15 فنان اسرائيلي، وبيجيبوا واحد فلسطيني كورق التين عشان إراحة الضمير، عشان إنه يانا إحنا تعددين. فالفنان الفلسطيني هذا بيصير زي كأنه الفلسطيني المناوب، يعني اللي جاي يغطي على سياسات إسرائيل ويحسس اليسار التقدمي بين مزدوجين، والهاي انه كل شيء يعني تمام. انت تقول ايضا انه هناك سبل، يعني كل شيء تمام، انه يعني لازم الفنانين كمان يعرفوا وين هن بيشتركوا. مثلا انا كنت اشترك بمبادره ممتازه اسمها عصابه الثقافه، اللي كنا نروح على الجدار، بين جدار الفصل العنصري بين اراضي 48 وبين الضفه، ونقرا شعر بمكبرات أصوات بالعربي وبالعبري. يعني هاي مبادرات اللي هي فيها نوع من زي ما قالت منار، انك انت بتروحي على موقع الحدث وبتعملي شيء احتجاجي. بس انه انا اجيب فنانين فلسطينيين لقلب محل مرفه بتل أبيب او بالقدس الغربية او حتى بحيفا، واقول انه ايانا تعددين ومتنورين، بفكر انه احنا بنكون جزء من بفكر انه بهيك احنا من قاعدين زي ما قلنا انه لا، هن في اشي لازم يندفع ثمن للاحتلال، ثمن للقمع، مزبوط، وقاعدين احنا نقلل ثمن الثمن اللي لازم يندفع. نعم. يعني انه قصة عمر، يعني انه بالنسبة له راح على هذا الحي التعيس بجنوب تل أبيب عمل المعرض، فهذا هو الثمن اللي دفعه. نعم، ولكن يعني هل يعني هون الحديث عن الفنانين، ماذا عن يعني نحن كفلسطينيين مستهلكين للفن، كيف يمكن ان نتصدي لهذه السياسات؟ تمام، انا بدي ارجع للنقطة الاولى، بدي احكي انه الفنان الفلسطيني هو بيربى في المؤسسة الإسرائيلية، بمعنى انه بيتعلم بجامعة حيفا او بيتعلم في بيت بيرل او في بيت سلئيل. بطبيعة الحال هذا بيخلق علاقات إنسانية مع المعلمين ومع المشهد الإسرائيلي. هذا بيعنيش إنه أنا بعدين أعرض في أي مكان أو أقوم في تمثيل الدولي بشكل أو بآخر. واجب الفنان الفلسطيني أولا في إدراك إنه هو يجب أن يبني المشهد الفلسطيني في الداخل. المشهد الفلسطيني في الداخل الفني الثقافي بمعزل عن العالم واعتراف العالم. وهذا بده نظرة ثورية، بمعنى ما أدخل أنا على قلب الجهاز العالمي الفني وأتحول لأداة في قلبه. بس كل الفنانين بشكل عام يعني في عولمة، والفنانين بس كمان بشكل عام، بشكل عام الفنانين يجب انه يكونوا واعيين لهذا الموضوع، لانه اذا بيكونوا جزء من المؤسسه هن بيكملوا عمليا، بيحافظوا على مسيره دائمه اللي هي يجب خرقها. فاذا نرجع لنقطه انه يبنوا المشهد الثقافي الفلسطيني في الداخل، يبنوا نوع من استقلاليه
اليوم عم بيكون في استقلالية، في بيشهد المشهد الفلسطيني في الداخل صالات عرض من مبادرات شبابية، مجموعات شبابية بتعمل أعمالها الفنية كمان، تمويل ذاتي يعني، مش بس تمويل ذاتي، مرات يعني ممكن يكونوا مربوطين في الدولة بشكل أو بآخر نتيجة قلنا الوجود، ولكن بيبنوا جاليري اللي هي مع رؤية مش بس فلسطينية، يعني احنا كمان ما بدنا نتقولب في قلب الطابع يعني القومي 100%. فالتصدي هو له كتير أشكال، واحدة منها في خلق مبادرات مستقلة، في عزل نفسه عن السلطة عن المؤسسة، وبفكر هذا كتير يعني. هل يمكن يعني تحدثت منار عن استقلالية نوعا ما عن المؤسسة الإسرائيلية، هل يمكن للفنانين في الداخل الاستقلال عن المؤسسة الإسرائيلية وبناء مشاريع فنية وثقافية خاصة بهم؟ سوري قبل ما ننتقل لراجع، في كمان إشي الفنان الفلسطيني لازم يكون وعيله، بلحظة هو بقرر يعرض في محل إسرائيلي هو لازم يفكر شو علاقته في هذا المكان. بجيب مثال، آخر عمل لإلي أنا كان وقف ولا أنا بطخك، اللي هو تعليم اللغة العربية للجنود الإسرائيليين، قررت أعمله في جامعة حيفا، وأنا بحس إنه هذا المعرض هو ملائم لحيز إسرائيلي، بالتالي أنا ببني نوع علاقة مع الحيز الإسرائيلي، أوكي، اللي فيه أنا بدي أقول المقولة تبعتي كمان لجمهور من نوع معين. يعني أيضا وسيلة طبعا. فأنت بتبني كمان عمل فني اللي هو يتصادم، أو خلينا نقول يتواجه، أو ببني الاحتجاج في قلبه كمان، في قلبه. مش 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 بس يعني الجمهور يعني خاص جدا طبعاً. طيب راجي، تحدثت منار عن موضوع الاستقلال الذاتي الثقافي كوسيلة للتصدي، كيف ترى هذه الوسيلة؟ يعني بفكر أنه في عنا حاليا في حراك كتير كبير من ناحية فنية، من ناحية موسيقية، اللي هو قادر يعني، يا للعجب يعني، بس هو قادر انه يستقل عن المؤسسة الإسرائيلية. المؤسسة الإسرائيلية هي مؤسسة تمويلية بالأساس، فلعبت هاي انه التمويل والثمن تبع التمويل هي بتخيل انه انحكت كثير وبديش اعود ارجع عليها، بس لازم الفنان يكون شوي اذكى، انه مش اي كرييتر بقيم بتوجه له بكيف دغري، يا انا بدي انشهر وبدي اعمالي بدها توصل، يعني زي ما قالت منار انه يفحص ايش هو وين الحيز، وين انا بدي اعرض. وكمان في انه استغلال لكميه كبيره من الفنانين، بانهن بيكون كمان مره بحكي بالمعارض الجماعيه او بالمعارض الفرديه، انه لازم تحكي بس خطاب بلبله هويه، يعني انه مثلا بيجيبوا فنانه امراه، يعني الشرط اساسي انها تحكي قد هي مقموعه بالمجتمع، عشان نظرة استشراقية يعني طبعاً. عشان طبعاً. يعني طبعاً. عشان تكون يقبلوها. فبيبين انه الاسرائيليين كلهم نيوترال ومتحررين، والمرأة الفلسطينية الفنانة الفلسطينية هي المقموعة وبضربوها بالبيت، ومن ناحية فبيطلع انه الاسرائيلي بيلعب دوره التاريخي اللي هو اجى على ارض اسرائيل، هو لا مش بس سيادي، كمان محرر العربية. طيب في دقيقة، هل يمكن يعني تحدثنا أن الفن هو وسيلة للاحتجاج، هل يمكن للفنانين العرب أو الفلسطينيين يعني تنظيم معرض مضاد لفتح هذه السرقات مثلا؟ أنا ما بفكر أنه الرد هو واحد على واحد، أنا بفكر الرد المفروض يكون أعمق، في بناء كمان مرة حيز ثقافي فلسطيني في الداخل مستقل، مش بالمعنى أحادي القومي وأحادي البعد، إنما واسع بيشمل بدائل فنية سياسية ثقافية، بمعزل عن ردة فعل لمعرض هون أو معرض هناك اللي بيعملوا ناس متوسطين، إذا بدك يعني هني بيشاركوا في جريمة الاحتلال هذا. نعم، شكرا لك منار زعبي.
العربي فنانة تشكيلية والكاتب والناقد الفني راجب بدحيش، شكرا لكم. شكراً. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر.